ركز معايا كابتن حسام، كابتن شوقي معز كده. علي قال احترمنا الاهلي زياده عن اللزوم في الشوط الاول واديناهم اكبر من حجمهم، ده قال كده، واستغلوا غلطه واحده قدروا يسجلوا بيها هدف، واحنا دخلنا الشوط الثاني بجديه وحماس اكتر واديناهم حجمهم الطبيعي في الشوط الثاني. دي تصريحات المعز. لا هو هو مع احترامي ليه طبعا يعني. عايز اقول له عروستي. لا هو مع احترامي ليه. انت هو ما قالش كده. ايه؟ مش باللهجه دي. لا انا سالت. قال كده بالظبط. قبل ما اخش. لا 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 قال كده بالظبط. اسمعني بس. لا قال كده بالظبط. سالت وجاب التصريح من على ال قال كده بالظبط. على النت ان هو مش ما قالش كده. دي تصريحات. لو قال كده يبقى ما ينفعش يقول كده. لا اكيد ما اكيد ما قالش بنفسه. يعني هو حجم النادي الاهلي حجم كبير يعني. دي تصريحاته يا جماعه مش جايبه من عندي والله. الراجل كابتن فرقه فما يصحش هو يقول كدا. حاجه كده يا يعني دي تصريحات الراجل ولا حد تاني؟ دي تصريحاته. طيب لو هو قال كده وادينا الحجم الطبيعي للنادي الاهلي، هو الحجم النادي الاهلي ان هو بيلعب في لا الحجم الطبيعي ان هو كسب. لا الحجم الطبيعي ان هو يلعب ضد بايرن ميونخ سيمي فاينال وانت هتتفرج عليه في التلفزيون. هو ده الحجم الطبيعي صح؟ بس يعني يعني طيب يعني هو اكيد اكيد بس اكيد لو هو قال يعني كده بس انا اشك. هو لو قال كده يعني اشك هو طبيعي لازم يدي النادي الاهلي حجمه. اه ده طبيعي وطبيعي النادي الاهلي كبير وطبيعي النادي الاهلي امكانيات فنيه اعلى. خلينا بس يعني احنا بنتكلم دلوقتي كلام ثاني، ولكن الاهلي لو هو داخل معاه في الجيم وموفق النهارده اللعب بتاع النادي الاهلي. طب هو انتوا ليه مش مصدقين ان الراجل قال كده؟ الراجل قال ان احنا في الشوط الاولاني ما اديناش الاهلي او بلغنا فيه ان احنا نعمل حساب النادي الاهلي، في الشوط الثاني ادينا الاهلي حجمه والاداء زي ما انتوا شفتوه. ايوه زي ما هو ايه طلع برده خسران. طيب يعني احنا نرد عليه برده. احنا برد عليه بقول لك انت هو برده طلع خسران في الاخر واحنا في الدور اللي بعد كده. كلها احجام في الاخر. ده لو هو قال كده فعلا. اه احنا برده اه زي ما قال حسام احنا برده كاسبين المباراه وصعدنا للدور اللي بعد كده على لاعب بطل اوروبا. قال كده بالظبط والله. احلفوا لي والله الفيديو هاتوا لي الفيديو يا جماعه. لا لو فيديو موجود يا ريت نشوف. اه ممكن هاتوه من على الموقع من على الموقع الرسمي للدحيل. قال كده. طيب دي تصريحات للقناه حقوق دي. ادينا الاهلي اكبر من حجمه. بص هم بيسمعوني. ادينا الاهلي اكبر من حجمه في الشوط الاولاني. اه يا حسن واحنا بنقول ان حجمه زي ما قلنا لك حجم الاهلي كبير وكبير جدا طبعا. وطول عمره كبير يعني. فانت اديت الحجم الطبيعي الاهلي وحجمنا الطبيعي ان انا اكسب الدحيل على ارض الدفاع هو ده الحق في قطر يعني في الدحيل ده ده طبيعي الاهلي ده طبيعي يعني. فده حجمنا وده بطل يعني احنا بطل افريقيا ونادي ضد بايرن ميونخ ده طبيعي. تمام. كبير ضد كبير بس تمام. طيب اجي بقى لمحمد شريف محمود كهربا. كان دايما يعني في ماتشنج ما بين بواليا شريف كهربا. لو لاعب شريف يقوم منزل ويلتر ومنزل خدت بالك من الماتشنج دي؟ اه منزل كهربا خلاص سيبك من ده عشان انا ايه في كده حاجات بينا في سين بينا. طيب هو ما عملش الكلام دوت. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. احنا قلنا اللي هو بيعتمد كان في ماتشات الدوري الاخيره على محمد شريف وعلى كهربا ان هو بينزلوا الشوط الثاني يعملوا فرقه وكان بيبدا احيانا بمحمد شريف وبدا ضد بيراميدز محمد شريف وكهربا كان نازل الشوط الثاني.